هاي جماعتي. هاي القاعة اللي بدرس فيها. هون احنا مختبر الطائرات المسيرة، وهو مساحة مفتوحة للطلاب من مختلف التخصصات اللي بتجمعهم هواية الطيران والدرونز. اللاب بضم عدد من المهندسين وعدد من الطلاب ضمن مشروع تشغيل الطالب. في اللاب نشغل عدة مشاريع، الطائرات ثابتة الجناح والطائرات من نوع كواد كوبترز. هذا اللاب ساعدني أنا كزياد أن أفوز بمسابقة ماك 1، وهي أول مسابقة درونز بالأردن، كانت بالتعاون بين لاب لدرونز ونادي الإير سكواد في الجامعة. في مسابقة ماك 1 كنا بنتنافس 5 فرق، كل فريق كان مسؤول عن الدرون سبعته بشكل كامل من ناحية صيانة أو تجميع قطع، والحمد لله فريقنا F-35 قدرنا نفوز في المركز الأول، وكنت أنا البايلوت للفريق. في اللاب عندنا عدة أنواع من الطيارات. أول واحدة عندنا الـ FPV Racing Drones. هاي الدرون بتوصل سرعتها لـ 100 كيلومتر بالساعة، تعتبر خفيفة الوزن ولكن قوية بنفس الوقت، وهذا اللي بيساعدنا للسباقات. الدرون بتتكون من فريم كربون فايبر، عندنا كاميرا بالأمام وأربع مراوح. من خلال هاي النظارة نقدر نشوف زي ما الدرون شايفة، وبنتحكم بالدرون من خلال هذا الكنترولر. بدي أورجيكم الجامعة بعيون طيارتي. وعندنا ايضا طائرة اخرى اسمها S500 من نوع كواد كوبتر، نشتغل عليها عدة مشاريع. احد المشاريع اللي اشتغلنا عليها كان انه جمعت لنا داتا وهي طائرة. النوع الثالث هو نوع الطائرات ثابتة الجناح الفيكس وينجز. هاي الطائرة 3D printed، تستخدم في السيرفيليانس. كل هاي الاشياء اللي ذكرت لكم اياها هي متوفرة في مكان واحد اللي هو درونز لاب في جامعة الحسين التقنية. زياد، حكيت لهم عن الدرون؟ حكيت لهم. هلا صار دوري احكي لكم عن الابلكيشن اللي انا عملته. احنا بجامعه الحسين التقنيه اللي هي حاضنه للابتكار والابداع. انا زينة ابو حمدي، وجامعه الحسين التقنيه ساعدتني باني ابلي هير اكاديمي، هي بلاتفورم لتمكين المراه وتعليمها حتى وهي في منزلها لنوفر لها بعد هيك شغل. هير اكاديمي كان جروب ورك اشتغلنا عليه اكثر من شخص، اشتغلنا على اب اونلاين لنعمل الديزاين بالبدايه، بعدين بلشنا نطور فيه انه لازم ندخل بلغات برمجه بتطور هذا الابلكيشن، وكنا بنفكر كيف ممكن نخلي المراه تدفع بهذا الشيء، لانه في سيدات ممكن يكون ما عندهم هذا المبالغ انها تقدر تدفع. فكان في عندنا فاينانشال ايد، وكمان في فري كورسز على حسب ايش طبيعه الكورس والشيء اللي هي مجال بتحبه، وطبعا كان اذا بتقدر بتخلص كورس معين نعطيها كورسات ثانيه فري كتشجيع لهم، ودائما جامعه الحسين بتدعمنا في هاي المجالات. تأسست جامعة الحسين التقنية بسنة 2016، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وجاءت لتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير حسين. تضم جامعة الحسين التقنية 9 تخصصات، 4 تخصصات في كلية الهندسة التكنولوجية، وتخصص في كلية هندسة البيئة المبنية، و4 تخصصات في كلية الحاسوب والمعلوماتية. وقدرت جامعة الحسين التقنية بفترة قصيرة إنها تحقق نجاحات على الصعيد المحلي والدولي.